صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي دلالة استخدام لفظ الفعل الماضي في قوله؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي دلالة استخدام لفظ الفعل الماضي في قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة، وقوله رجت، وقوله وما ورد في قوله كانت وكنتم، بينما لم تقع الواقعة بعد؟ إذا لأن إذا لما يستقبل من الزمان، قبلها إذا رجت الأرض رجا، وكنتم يعني إذا كنتم معطوف على، فإذا لما يستقبل من الزمان، وإذ للسكون لما مضى من الزمان. نعم.